الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيضا ما زلنا في أعلام الإصلاحيين في العصر الحديث اليوم تأملات اليوم ستكون إن شاء الله حول أحد أعلام المصلحين وربما أقدمهم أيضا خير الدين باشا التونسي كما هو مشهور خير الدين باشا التونسي هو شخص شركسي جاء من بلاد القوقاز انت قلت تونسي تونسي ولا شركسي شركسي الاصل وتونسي التسميه والاقامه لاحقا لكنه في الاصل شركسي جاء به عبدا وبيع في اسطنبول بعد ممكن يبدو من جورجيا ربما من ابخازيا تحديدا ابخازيا وابخازيا جزء من بلاد القوقاز يعني تعتبر وهي ايضا جزء من القبائل الشركسيه جاء به إلى إسطنبول وبيع هناك رقيقا ثم انتقل بعد ذلك إلى تونس لكن نبدأ على الأقل بنوع من التفصيل في موضوع في حياته ونشأته ومراحل الأولى من حياته أي صحيح هو طبعا كما هو ذكر في سيرته أنه أسر وهو طفل بعد حرب بين روسيا وتركيا وأخذ إلى تركيا حيث تربى في بيت نقيب الأشراف وكان صغير ثم انتقل إلى اشتراه الباي في تونس وعمره 17 سنة فرباه وعلمه وبسرعة جدا هو أصهر نبوغ في العلوم العسكرية كعادة الشركس يعني الشركس يحبون هذا الفرسان يعني صحيح فأصبح يعني من القيادات العسكرية وتلقى في الجيش ولم يلبث وطبعا ولد حوالي 1820 وإذا كان عمره 17 سنة لما جاء إلى تونس فيكون حوالي 1837 وأصبح في وقت وجيز جدا من أحد كبار قادة الجيش ثم ولي البحرية فأظهر أيضا يعني أداء جيدا في تنظيم البحرية وتنظيم العلاقات الدولية أيضا بحيث أنه حمى أراضي تونس ومياهها ثم بعث في سنة 1854 إلى باريس في سفارة لبيع مجوهرات حتى يصرف منها على دعم تركيا في حربها ضد روسيا ثم بعد ذلك في سنة 1861 شارك في إصلاحات للحكم أنشي وقبل ذلك بقليل أرسل أيضا إلى باريس لاستخلاص يعني كان وزير المالية في تونس سرق الخزينة يعني نأهبه وذهب إلى فرنسا فأرسل خير الدين من أجل استرجاع هذه الخزينة التي سرقت من طرف وزير المالية يعني وزير المالية المسؤول عن يعني الذي يتولى أمانة المال فأخذ الصندوق الخزينة إلى باريس وذهب إلى باريس نعم أيوة وكانت واستطاع يعني خير الدين أن يسترجع قسما 24 مليون فرنك استعادها ولكن هذه كانت أيضا مهمة لأنه مكث 4 سنوات في هذه السفارة وتعلم واطلع على النظم وهذا كان تقريبا لا بعد هذا بعدها بقليل هذا بعد اسمه مين هذا هو سافر الى فرنسا عده مرات ربما ناتي في الحديث لاحقا سنجد انه تاثر كثيرا بالاسلوب النمط الاداري والسياسي الفرنسي اي لكن في عام 61 نجح في انه يعمل مجلس اعيان في هذا يسمى المجلس الكبير المجلس الكبير في تونس واصبح رئيسا وهذا يعتبر اول برلمان يعني في العالم الاسلامي تقريبا اول برلمان وقام على الدستور على اساس دستور عهد الامان خير الدين حاول ان يخرج البلد من هذه الورطه من هذه الورطه نعم. ومن هذه المجموعه المفسده حول الباي والتي تدفعه إلى مزيد من الصرف ومزيد من نعم. المشروع الإصلاحي الذي كان يقوده خير الدين في جوهره يعني هو نقل البلاد من حالة التخلف الإداري والتخلف القانوني والاقتصادي إلى
حياة حديثة. هذا المشروع الإصلاحي مما يميزه ثقته في الإسلام، وهذا سنرى هذا اختلاف أساسي بين الجيل، بين إصلاحات خير الدين من حيث خلفيتها والذين انتسبوا بعد ذلك لخير الدين من جماعة بورقيبة، رغم أنه جماعة بورقيبة يؤسسون لأنفسهم في المشروع الإصلاحي الذي قاده خير الدين أنهم امتداد له، لكن هناك فارق أساسي في الحقيقة يتمثل في أن الجيل الذي أسس لأقوم المسالك خير الدين ومن معه من العلماء كانت تملأه الثقة في الإسلام، وأن هذا الإسلام قادر صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا يحتاج منا أن نضعه على الطاولة ونجري عليه عملية جراحية فنأخذ منه ونترك. لا، الإسلام ليس موضوع تساؤل في المشروع الإصلاحي الأول هذا في العالم الإسلامي، سواء في تونس ولا في غير تونس، الإسلام لم يكن يعني موطن تساؤل، وإنما هناك ثقة في الإسلام. ما المشكل إذن؟ المشكل هو تجديد التفكير في الإسلام كما يقول إقبال، بمعنى فتح باب الاجتهاد وإعادة النظر في فهومنا للإسلام واجتهاداتنا، بحيث هناك نوع من الإدانة للتاريخ وليس إدانة للإسلام. بمعنى آخر هناك تمييز واضح بين التراث وبين الوحي. التراث يحتاج لتصحيح، أي فهومنا ما أنتج في التاريخ هذا يحتاج، هذا أصبح جانب منه معوق للنهوض. من ذلك التأسيس، وهذه النقطة الثانية، التأسيس لفكرة الدستور، وهذه فكرة جديدة، فكرة الدستور بمعنى تقييد سلطة الحاكم، وهذا ثمرة قراءة في التجربة الغربية على أنه سبب من أسباب نجاح التجربة الغربية وتفوقها وقوتها هو تقييد سلطة الحكام. في الحقيقة تجربة خير الدين خلاصتها هي رهان، مخطط لإنقاذ البلاد من الضعف أو من المخطط الاستعماري الذي على أبوابها، بحيث البلاد على أبواب الاستعمار، الجزائر استعمرت منذ 1830، بحيث تونس وحكام مفسدون ضعفاء والقناصر الأجانب يشجعون على الإنفاق الترفي وعلى الاقتراض من أجل إيجاد مبرر لوضع يدهم. خير الدين حاول أن مشروعه هو استنقاذ البلاد من هذا المصير الدائم، ولكن تدخل القوى الاستعمارية منعته مستعينة بالمفسدين. قبل ذلك المفسد يقول أنه يعني شراء السلاح، التسلح من الدول الأجنبية أيضا، هذا أيضا يفتح الباب لتدخل ولرهان رهان الإرادة الوطنية للأجنبي، على اعتبار أنه وخاصة في، يقول وخاصة في وقت الحرب، لأنه أنت في النهاية تضع يعني رقبتك في يد خصمك أو في يد عدوك، متى شاء أعطاك ومتى شاء منع عنك الأسلحة، وهذا ما هو حاصل الآن. صفقات الأسلحة الهائلة التي تأخذها الأمة العربية الآن دائما تأتي مشروطة، متى يجوز أن تستخدم ومتى لا يجوز أن تستخدم، وضد من يجوز أن تستخدم وضد من لا يجوز أن تستخدم. يعني أعتقد أنه يعني وهو يتحدث عن تلك المرحلة في الحقيقة كأنه يتحدث عن واقعنا الذي نعيشه الآن. قرأت أنه 77 كان 76-77 لم يطل به المقام في ذاك المنصب بسبب الدسائس فاستقال، ثم سافر بعد ذلك سنة 78 إلى الأستانة، حيث أيضا بعد فترة قصيرة أيضا أصبح الصدر الأعظم. يعني قبلها تولى المالية. يعني يبدو أنه هو كان مبدعا في هذا في هذا الجانب بشكل أساسي، الجانب المالية، ترتيب كان على علم تنظيم القضايا المالية، على علم كبير وهذه موهبة نادرة كان في ذاك الوقت، أنه على علم بالأمور المالية والدبلوماسية والإدارية والعالم حوله، شؤون العالم. شؤون العالم. فحقيقة هذه يعني هو أصلا المصلحين كلهم كان عندهم هذه القدرة، أنك تكون تعالب بالوقت وفي نفس الوقت لديك الخلفية الإسلامية القوية. فأصبح هناك أيضا الصدر الأعظم أيضا طبعا نفس القصة. يعني لم ينظر، لأن هذا جانب إيجابي من القصر إلى أصلي، جانب إيجابي من القصر، لم يسأل عصر ولم يكن أسمع أن أي لا عصبية لم أسمع أي من منتقديه
أشار إلى أصله حتى اللي اختلفوا معه. لكن أيضا هو يشير إلى أنه مقدرة الشخص في شخصيات فذة دائما. يعني الأفغاني خير الدين التونسي ابن خلدون في السابق يعني يصعب قهرهم. يعني مثلا مهما حاولت أنك أنت يعني ابن خلدون أسقط وأبعد وكذا لكن دائما يعود طيب إلى الواجهة. طيب طالما ذكرت يعني ليس من السهل على الاستبداد أن يستسلم بسهولة. يعني هو يقاتل بكل ما أتي من قوة حتى يعني تأتي نتيجة مغايرة. في الفترة الماضية كان الاستعمار هو الذي أنهى الاستبداد، ولكن ما يزال الاستبداد قائما الآن في كل أرجاء العالم العربي والإسلامي في أشكال أخبث وأعقد. يعني نعم، مسيرة الإصلاح ينبغي أن تستمر، ونأمل أن نناقش قضية أخرى وعلم آخر من أعلام الإصلاح في حلقات قادمة. إلى ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.